هاي، بتشكل المي 70% من جسم الإنسان، بس التوقف عن شربها بيزيد من الوزن. وأخصائيي الحمية بينصحوا زبوناتهم بالإكثار من شرب المي لخسارة الوزن. 80% من نسيج الدماغ مكون من المي، هالنسبة بتعادل كمية المي الموجودة بالشجر. المعدل العام يلي بيحتاجه الإنسان للمي هو 3 لتر للرجال، يعني بمعدل 13 كباية، ولترين وربع للنساء، يعني بمعدل 9 كبيات. لما الشخص يحس بالعطش بيكون خسر حوالي 1% من المي بجسمه. الشخص بيقدر يعيش بلا أكل لحوالي شهر، بس ما بيضاين أكثر من أسبوع واحد بلا مي. شرب المي بيساعد بتجنب عدد كبير من الأمراض، منها التهاب المفاصل، أمراض القلب والسرطان. مين قال إنه شرب المي مهم لصحة السنين وبيحارب التسوس؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.